مرحبا أحبابي، اليوم بدعمل أنا وياكم فطاير حجم عائلي كتير طيبين وبطريقة سهلة وبسيطة. بدون ما نعمل فطاير صغيرة عملنا فطاير بهذا الحجم. سخنين كتير، شايفين هيدا شكل الفطاير من الداخل، وهيدا شكلها من تاني جهة. عجينة طيبة وكتير رائعة، كتير سخنة. فطاير بشهو، لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط كوب مي فاتر، خميرة ملعقة ونص، سكر ملعقة صغيرة سكر، طحين، الطحين 3 كواب طحين. إذا ما عندكم كوب المقاس شو بتعملوا؟ بتعبوا الملعقة بتحطوا 5 معالق طعام، كل كوب بيعادل 5 معالق طعام مليانين بهيدا الشكل. ملح، حطينا حوالي ملعقة ونص صغيرة ملح. عجنا العجينة، هلأ بحطها بالجات. بحطها بمكان دافي حوالي ساعة وبتركها لتخمر. هيدي العجينة بعد ما ريحتها ساعة. عنا هون زيت نباتي، هلأ بدنا نشيل العجينة، مش كلها رح شيل قسم منها، بدي قسمها قسمين. شايفين اسم الله قد ما ناجحة العجينة دغري عم بتمد معنا. رح حط بقلبها جبنة فيلادلفيا، هلا انتو حطوا الجبنة اللي بتحبوها. جبنة مازوريلا، برش حبة البركة، كمان سمسم. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل، هلا بسكرها. بحاول سكرها منيح قد ما بقدر.
بقلبها على الجهة التانية كمان. بنفسها شوي عشان ما تنفخ معنا وتتمد معنا بكل سهولة. هلا بحطها على ورقة الزبدة. هدي بعد ما حطيت على ورقة الزبدة كمان بدهنها شوية زيت على الوجه. وإذا حبيناه برش كمان سمسم على الوجه وحبة البركة شي خفيف رح حط عشان اوريدي حطت من قلبها. هلا بحطها بالفرن. هلا بعمل ببلش بالفطيرة التانية. هيدي الفطيرة اخدت بالفرن 8 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد اشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.